الفيروس ما انتهى، الفيروس ما زال خطير ومؤثر، ولازم ما ننسى طرق انتقاله وأعراضه وأساليب الوقاية منه. انتقاله المباشر عن طريق رذاذ شخص مصاب ومخالطته، الطريقة غير المباشرة عن طريق ملامسة الأسطح الموجود عليها الفيروس، ومن ثم ملامسة الأنف أو العين أو الفم. أعراض الفيروس: ألم في الحلق، سعال جاف، ضيق في التنفس، ارتفاع في الحرارة. أما أساليب الوقاية منه فهي بسيطة جداً: تباعد جسدي، غسل اليدين أو لبس كمامة وقفازات ذات الاستخدام الواحد عند الخروج. لنضل كلنا بأمان، حافظ على وسائل الأمان والسلامة. ما بعد الحجر، مسؤوليتنا نحافظ على صحتنا. إلى كوفيد، الحملة الوطنية للوقاية من مرض فيروس كورونا.